اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بعض الاكل والبساطه والسهوله بيحتاج منك وقفه. دبابيس الفراخ احنا عايزين نغير من شكلها ونغير من طعمها دايما ان هي محدوده الاقامه في ان احنا نعملها كريسبي. تعالوا نعملها النهارده مع الشيلي صوص ونعرف مدرسه الشيلي صوص سواء مع فراخ سواء مع لحمه سواء مع جمبري. ايه رايكم؟ تعالوا شوف نعملها مع بعض ازاي بالتفاصيل. معانا شوربه عدس النهارده والعدس المصري بتاعنا من خير ارضنا بيتصدر للعالم كله وطعمه لا طبعا لا فارق بين اي حاجه خالص. فانا هعمله النهارده مع الشعريه، ممكن يتعمل فته، ممكن يتعمل شوربه عدس لوحديها، ممكن يتعمل برجر، فطبعا العدس متعدد الاغراض. فالنهارده هنعمله مع الشعريه ولكن بتركات المغازي ياخد الحبهان ازاي وجوز الطيب اكيد هيكون له طعم تاني. معانا كبد فراخ النهارده هنعمل رز بالخلطه. رز بالخلطه طبعا كل الامهات بتبدع فيه، البعض بيحط له قرفه، معجون طماطم، يحط مع الكبد قوانص وقلوب. النهارده معايا الكبد بس، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي وانا اقدمها مع المكسرات بشكل لطيف وجميل. السفره الحلوه دي محتاجه تفتح النفس. حاجه كده طبق مخلل، طبق ترشي، ايه رايكم لو عملنا بتنجان على طريقه المغازي؟ يعني هو المسمى بتاعه بتنجان بخلطه المغازي، ايه هي؟ انا ما اعرفهاش، هي تطلع معايا كده، خلينا في الحلقه بتاعتنا نشوف تفاصيلها لان في حاجات بتطلع كده ايه بتبقى لطيفه وجميله وانا بحب الحاجات ده على فكره. ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير بس نصيحه اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بالبساطة والسهولة والمرونة ازاي نخش المطبخ ونعمل طبق جديد بأقل تكلفة. يستأذن فريق العمل مقادير دبابيس الفراخ بالشيلي صوص. معانا دبابيس فراخ حسب عدد أفراد الأسرة، ده كيلو تقريبا يعني بيعمل 11 واحدة أو 12 تقريبا. معانا فلفل حار الأخضر والأحمر منه، معانا عروق البصل الأخضر هتبقى لطيفة، أنا إضافة مني. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي، المقادير كده لطيفه اهيت مع بعض. ومعانا الهريسه الحلوه الحمراء، ومعانا ملح وفلفل وتوم وبصل، هي دي المقادير بكل بساطه وسهوله. ولكن لازم دبابيس الفراخ تتحضر وتتجهز علشان نشتغل فيها. حلو الكلام؟ ببساطه كده هناخد سكينه صغيره. دبابيس الفراخ نعملها سبايسي، نعملها كريسبي حسب ما احنا حابين. ولكن لما تشتغل في دبوس الفراخ ده لازم يكون معاك سكينة صغيرة عشان أنا شخصياً عايز إيه أدلعها قبل ما إيه أحمرها. حلوة أدي الدبابيس اهي بالشكل ده كده، بنيجي على الجلدة دي كده زي الفل تمام. طبعاً في وإحنا بنعمل الأكل بتاعنا بيقولوا لي على السوشيال ميديا في معلومات يا شيف مغازي بتبقى معاك حلوه كده لطيفه، المعلومات ديت بتنفعنا في المطبخ. فاحنا قررنا ان احنا بيكون معانا كل يوم معلومه غير معلومه بعد ما بنخلص الحلقه بتاعتنا. بتتكلم عن التركايه، شفت الدبوس اللي عامل اهو زي الفل، تاكلها كده زي الفل، العظمه اللي في النص بقى بص عليها اهي بالشكل ده كده. هنعمل دول مع بعض كلهم. حلو. طبعا فكرنا في ان احنا يكون معانا معلومه غير معلومه كل يوم، المعلومه دي بنتكلم عن مفتاح نجاح الاكله، لكل حاجه لها مفاتيح. مثلا دبابيس الفراخ دي التتبيله اللي انا هعملها دلوقتي والطريقه اللي انا شغال بيها بتخلي لك دبابيس الفراخ دي في قلب الصوص شيلي صوص اللي انا هعمله دلوقتي اللي هو عباره عن فلفل وتوابل اللي انا هضيفها، بالتاكيد طبعا هيكون طعمها مختلف. ممكن تعملها مع الباربيكيو صوص. حلو. سويت اند صور ممكن برضو تبقى لطيفة وحلوة. أول ما بتشيل الجلدة حلو قوي بالشكل ده كده. وطبعا بدأنا في المعلومة الغير معلومة على الصفحة الرسمية للقناة الأولى، شفناها مع بعض، بدأنا إن احنا سجلنا وشفنا مع بعض. تابعوا المعلومة الغير معلومة ولكم أي تفاصيل أو أي إضافات احنا ما عندناش أي مشكلة ان احنا نقدر نعدل منها، بس انا عايزك تشوفي ايه هي المعلومه او ايه التركايه بتاعه المغازي في ان الاكله تطلع مختلفه. كلنا ممكن نعمل دبابيس فراخ، كلنا ممكن نعمل شوربه العدس، كلنا ممكن نعمل طبق فته حلو، ولكن بطريقه جديده نقدر ان احنا نعمل حاجه مميزه وتبقى انت في وسط العيله معروفه
يقول لك مثلا ام محمد اشطر واحده تعمل الورق العنب، ام محمد اشطر واحده تعمل حله الكرومب، وهكذا. والله انا حابب اشيلها لان انا هعملها بالسويت شيلي علشان الخلطه والتيست يخش جوه الانسجه بتاعه اللحم بتاع الايه الفراخ. اه بالشكل ده كده. اه وانا حبيت طبعا ان انا اشيلها مع حضراتكم، ما اشيلهاش في الفاصل او التحضير المزمبلاس بتاعي، علشان الحاجه دي مهمه تعرفي انا بخلص منها ازاي. اه سكينه صغيره وسكينه كبيره. اه بالسهوله دي. اه بدون ما تعوري ايدك ولا اي حاجه. ونصيحه مني ما تغسلهاش بعد ما نعملها كده، ما انصحكيش تغسلها خالص. خلاص انت غسلتيها في البدايه، وتنصحك تعملها انت في البيت، ما تخليش الراجل اللي هو الجزار او الفرارجي يعملها. اه مش تخسري حاجه، سكينه كبيره وسكينه صغيره، حتى الاتنين شبه بعض غير مقصوده والله. اه يعني السكينه الكبيره وبنتها الصغيره كده اهو. دي طبعا فيها نسبه دهون شويه، فاحنا بنخلص منها كمان بالمره اهو. حلو، فاضل معايا اتنين وكده، يبقى انا ايه معايا صدور فراخ، او قصدي دبابيس الفراخ زيها زي الجمبري في الكاسرولة. شكلها لطيف ازاي، جميلة. طبعا معايا الاساتذة المصورين. هعمل الخلطة دلوقتي بتاعتي اللطيفة اللي انا هحمرها بيها الاول. حط فيها كده ايه سكينة زي الفل. تمام، معلش سامحوني بس انا التركية دي بجد لازم ان انا اعملها مع حضراتكم. خلاص كده الدبابيس زي الفل يعني. وما انصحك ما تغسليهاش زي ما هي كده، تحط بقى عليها ميه وتغسلها ميه سخنه ودي والزفاره دي، لا انا معاك اهوت واحده واحده هنخلص من كل الزفاره اللي فيها. باخد الدبوس ده كده بالسكينه وافتح الفتحه دي كده. اه في المحلات بتاعه الفراخ بتلاقي دبابيس فراخ اكبر من كده، لا انا اجيب الصغيره الحلوه دي كده. اه شفت الفتحه دي مهمه جدا. بنفس الطريقة دي كده. اه أنا بحبها وعلى فكرة بيبقى فيه فص لحمة كده عامل زي اللوزة بعد ما بتستوي، بيبقى شكلها حلو وطعمها حلو. كده خلصنا من التتبيلة، بحط هنا شوية توم عليها، معلقة فلفلة حلوة، دي التتبيلة، رشة ملح صغيرة، معلقة نشا معايا على الفراخ. اه والزيت معايا شديد الحراره جاهز، معلقة النشا دي السر، دي التركايه عشان تتذكروا، هي اللي هتدي قوام وهتدي شخصيه لدبابيس الفراخ مع التحميره بتاعتي، وتحس حتى بعد ما تغرق في الشيلي صوص هتلاقي ان هي مقرمشه وزي الفل. شويه بابريكا، اللهم صل على النبي، التوابل دي كده اهو زي الفل. وامسك الفراخ دي يا عم الشيف كده بالشكل ده كده. الله، اخبار الزيت ايه؟ شديد الحراره. اه معلش تصبرتوا عليا شويه، بس في الاخر شفنا صوره حلوه. شفت الدبابيس؟ اه المزيج ده كده اهو، القوام ده كده اهو، بالشكل ده كده. هاخد بعض دلوقتي وانزل ايه في الزيت بتاعنا اهو. اللهم صل على النبي، يلا يلا مع بعض اهو. التحميرة دي أكون جهزت الشيلي صوص، شوف نعمله مع بعض إزاي. هستعين بالكسرولة بتاعتي اللي موجودة دي كده أهو. خلصنا من الخطوة دي، هنخلي دي أنا عايزها، خلي بالك ده المطبخ ده ما يترميش، ده كل القصة هنحط عليه شوية إيه مية. التتبيلة اللي معايا دي كده شوية مية عايزهم أنا دول. حلو الكلام، واحدة واحدة. معانا طاسة على النار شديدة الحرارة، بنحط في الطاسة دي يا عم الشيف ايه بصلة تومة زبدة مع بعض عشان نعمل شوية ايه شيلي صوص. ادي الزبدة كمية قليلة كده، معلش بننزل عليها بالبصلة مباشرة. طبعا الزبدة بتساعد على تحمير البصلة سريعا، عايز انا طعم البصلايه، والبصلايه بتتحمر بنحط البهارات بتاعتنا، والفراخ بتتحمر جاهز.
حلو. الشيلي صوص بتاعنا، الفلفل الحار الحامي بالشكل ده كده، ونحمر البصلية الحلوة بتاعتي. حلو قوي، الله، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. واشم ريحة البصلاية مع التوابل الشيلي اللي انا حاططها. معايا معلقة سكر. حلو. حلو. ونقلب الصوص ده كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كرملت السكر مع البصلاية. شفتي؟ تاخد تاني معلقة زبدة معلش. ونحمر كده. هنا البصلاية في مزيج الانسجام مع بصلاية مع توابل مع زبدة مع معلقة سكر مع كرملة سبايسي شوية معلش. والفراخ بتتحمر في قلب الزيت يا عم الشيف. زي الفل. شفت القوام ده كده؟ معلقة فلفلة حلوة. يلا هو ده الصوص ده. رهيب رهيب والله رهيب. عينيا. زي ما انا شغال كده شفت القوامة دي. الازازة اللي كانت معايا من شوية دول عايزهم اهو. مكان تتبيلة الفراخ فيها توم فيها توابل اهو، فيها نشا ده انا عايزه اهو. ده المطبخ وعايزهم كلهم. بنزل بوم كده. شفت الجو ده كده؟ هو ده. يلا سيبها كده ونشوف ايه اللي بعد ده كده. ايه الاخبار يا عم الشيف؟ بص على الحلاوه دي، بص على الحلاوه دي. شفت دبيس الفراخ يا غالي؟ الله. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ بص عليها كده. الله عليك حبيبي حبيبي حبيب والدي. اخبار الصوص بتاعنا ايه؟ القوام ده حلو قوي. شايف اللون ده كده اهو. غلوه على النار، غلوه على النار. نرجع بقى للايه، للحاجات بتاعتنا، الاضافات الجميله الحلوه. واحنا مع بعض معانا بصل اخضر ومعانا فلفل حار ومعانا فلفله حلوه حمراء لطيفه جميله. تعالوا نقطع كل ده مع بعضه في قلب الايه، الخلطه بتاعتي. وانا شغال كده واحده واحده. الصوص ده اهم حاجه ياخد شكل مع دبابيس الفراخ وانت بتعمليها. نعم يا غالي. حد بيقول لي ممكن بدل دبابيس الفراخ ديت نعمله بالجمبري؟ ممكن. ممكن نعمله باللحمه؟ ممكن. ناخد البصل الاخضر الجميل الحلو ده كده والبشاير بتاعته الحلوه، ونخلي دي كده على النار شديده. وناخد البصل ده كده سكينة ناعمة كده اهو. شفت اللطافة؟ هو ده الطعم. ده هينزل عليه دلوقتي. ده يتغسل كويس طبعا قبل بالشكل ده كده. حلو قوي. نسقي الزروب كده هنا. هو ده. معانا فلفل حار جميل الحلو ده كده. طبعا بتسألي ولادك طبعا، وانا متاكد الاولاد هيعجبهم طبعا الصوص ده كده. تسالي جوزك، تسالي ضيوفك. قطع ناعم بالشكل ده كده وينزل على الصوص بتاعنا زي ما هو كده. الله. بالشكل ده كده غلوه. نرفع الفراخ بتاعتنا تتصفى من الزيت. شوف الحلاوه، شوف الجمال. وناخد الفلفل ده كده نفس الطريقة. حلو. ينزل برضو على الصوص بتاعنا الجميل. في دقائق معدودة عملتي طبق جديد ممكن تاكليه في بعض المطاعم، تدفعي فيه قد كده. انت عملتيه في البيت وتأكدت من نظافة الحاجة وزي الفل. ايه التركاية هنا وايه المعلومة الغير معلومة؟ ان انا نظفت الفراخ وشلت الجلد، ما غسلتهاش بعد ما شلت الجلد. اعتمدت على التتبيله اللي عملها المغازي من التوم وعصير الليمون ومعلقه النشا والتوابل الجميله. اتحمرت في قلب الزيت وجهزنا الصوص بتاعنا الشيلي صوص بالشكل الجميل الحلو ده كده. شايفه القوام ده كده؟ الله، ايه الحلاوه دي. رايق على فين يا شيف؟ رايق على فين المدرسه دي؟ الله. معانا هنا شويه ميه بيغلوا على النار. خلص الكلام. لازم تضرب السخن بالسخن.
هو ده، ما تنزليش بميه بارده هنا. الله على الصلصه اللطيفه دي. نزل الفراخ تاخد غلوه هنا. يلا يلا عشان نطلع فاصل، شوف الفراخ الجميله اهو. يلا اللهم صل على النبي. خليها تغرق في الصوص ده كده، تاخد غلوه. وبعد الغلوه دي يا عم الشيف هنغرفها ونقدمها ونرجع مع شوربه العدس المصري الجميل بالشعريه. هناخد فاصل صغير، نصيحه مني برضو، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بجد هي بتتكلم عن نفسها، الانسجام مع الدبوس الحلو ده كده. فتحة الشيف المغازي للدبوس الفرخة بالسكينة أصبحت الأنسجة شربت من الصلصة دي. لازم نعرف كل حاجة لها حاجتها، يعني كل تركية لها معنى هنا. لما أنا فتحت الفراخ قبل التتبيلة علشان التتبيلة تخش جواها وتتحمر، نفتح الفرخ الدبوس من كده ما نلاقيش بقى الدم ما بين العظم واللحمة. ماشي يا عمير؟ يقول لك بقى في دم، لا احنا مش عايزين الجو ده خالص. انا هغرف الفراخ في السلفيزة ايت، بعد ما نخلص الحلقه بتاعتنا هنقول راينا فيها. اوعى. اللهم صل على النبي. سخنه سخنه، شيلها كده. اللهم صل على النبي. الدبوس بيلعب في الطبق. شفت عامل ازاي؟ فين القرقوشة بتاعته؟ تخلصنا منها. هننزل بالصلصة دي بقى. ممكن الصلصة دي على فكرة هقول لك بقى نصيحة حلوة بجد، تسمع كلامي. عندك شوية نودلز حلوين كده، يا سلام عليك يا شيف، غرقهم بعد ما تشيل دبابيس الفراخ ديت وتقدمي النودلز دي مع الدبابيس. انا عايزك تبقى اشطر مني في المطبخ، خدي بالافكار دي. نودلز الصغيرة دي الجميلة او شعرية، سقطيهم في قلب الصلصة دي، غلوة على النار التانية لغاية لما تستوي، وتقدمي دبابيس الفراخ مع ايه يا عم الشيف؟ مع الشعرية ومع النودلز، وقولي رأيك فيها. هي دي تبقى الإضافة بتاعتك. طبعا عايز أقول حاجة مهمة، أنت مش مطلوب منك إن أنت تعمليها في الوقت القياسي اللي عمله الشيف. أنا معايا مساعدين شطار، دبابيس الفراخ مغسولة وجاهزة، متقطعة، الخضرة متقطعة، الجو ده كله. فعشان ما تقوليش انا اخش المطبخ باخد فيها ساعة تحضير، لا خالص، كفاية كده زي الفل. نقدم السرفيز الحلو ده كده وتعالوا نخش على شوربة العدس المصرية الشقية الجميلة. هنعملها ازاي؟ بالشعرية. مقاديرها على الشاشة. عدس مصري بالخير أرضنا، شعرية حمرناها مسبقا. حلو الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نخليها كده. وعلى فكرة الطبق ده صيامي لطيف جميل، احنا متفقين مع بعض بنعمل طبق صيامي كل يوم، دي صيامي اتعمدت ان انا اعملها صيامي. المقادير على الشاشة، معلقتين زيت زيتون، تشويح البصلة مع التومة مع العدس قبل اضافة الماء ساخنا ولا ساخن باللغة العربية. حلو قوي. طاسة على النار، بصلاية ناعمة زي الفل، دي مهمة جدا على فكرة. ودي البصلايه هنا انا بحبها تاخد لون مع شوربه العدس. معانا مين يا ست الكل؟ شوربه العدس بتاعتنا، العدس مع الطماطم مع الفصين التوم الحلوين. حلو الكلام. فين التوم يا عم الشيف؟ اهو. ونسيبه يغلى على النار. هتبص في الساعه بتاعتك دلوقتي وانت قاعده بتاعت التليفون او ساعتك وتقول لي الشيف المغازي هيسوي شوربه العدس دي في الطايم ده، يبقى بنضحك على بعض. أو ما اعمل ايه بقى كده؟ اخد المخرج الجميل وفرسان التلفزيون المصري ونجيب الصوره الحلوه دي كده. يلا دلعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ينزل بالميه بتاعتنا. العب العب قبل وبعد. هي دي خلصت. ونسيب دي تغلي كده على النار. بعد السوا طبيعي تبرد، تضربها في الخلاط
والدتي الله يرحمها ما كانش في خلاط ولا في حاجه، كانت تمسكها في مصفى ناعمه وتمسك العدس ده تهرسه ينزل من بين المصفى الناعمه دي كده زي الفل، وبعد كده تحط عليه شعريه تحط عليه رز حسب الرغبه. ده اللي كان بيحصل في الريف المصري، ولكن مع التكنولوجيا ومع الحضاره اللي احنا فيها درين في الخلاط او الهاند بلندر بتاعنا بقت خلصت. حلو الكلام، وصلنا للشكل ده كده. اه نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. حلو، عايزينه بالشعريه اهلا وسهلا، عايزينه بشويه رز اهلا وسهلا، عايزينها زي ما هي كده اهلا وسهلا. بس نصيحه مني انا شخصيا بحبه مع الشعريه. ادي الشعريه بتاعتنا الجميله، حمرتها ازاي يا مغازي؟ حطيت فص حبهان مع شويه زيت صغيرين وحمرت الشعريه بتاعتي. اصبح ان الطبق ده صيامي 100%. تكتري الشعريه تقللي الشعريه ده قرارك انت حره فيه. تغمسيه بودن قطه تاكليه بمعلاه ده قرارك. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. ونسيبه ياخد غلوه على النار، وده بعد ما نخلص الحلقه بتاعتنا كلنا هنجتمع عليه وناكلها بالمعلاه نشربها زي ما احنا حابين. خلصنا من شوربه الشعريه بالعدس، نخش على اللي بعده. كده عرفنا بتتعمل ازاي، واحده واحده مع بعض نشيل دي من هنا كده بقى ونوسع لنفسينا. حلو الكلام، ونسيب دي تغلى على النار. عايزين نعمل شويه رز بالخلطه، مقاديرهم على الشاشه. نشوف رز بالخلطه والمقادير على الشاشه. حله على النار، كبده فراخ، كبده فراخ معانا. حلو الكلام، حله على النار ونسيبها تسخن عشان نعرف نشتغل فيها. حلو الكلام، الحله دي اعمل فيها كل حاجه، احمر فيها الكبده واعمل فيها الرز واعمل فيها المكسرات وكل حاجه. هنشوف الكلام ده مع بعض ازاي والتفاصيل البسيطه السهله. ادي الرز معانا وادي الكبده، شفنا المقادير على الشاشه ببساطه وسهوله ومرونه زي الفل. هنحط معلقتين من زيت الزيتون، اللهم صل على النبي. ومن جور السعيد يسعد مع معلقتين زيت الزيتون مكعبين من الزبده واحنا مع بعض. حلو زي الفل، معانا الكبده. حلو، مش الرز، الكبده. ادي الكبده معانا اهي زي الفل، بنجيب تتبيله لها كده حلوه، ممكن الكبد دي معاها قوانص، الراجل الفرارجي بيبيع معاها قوانص، ممكن معاها قلوب زي ما احنا حابين. انا بس عايز ازين الرز بيها، والمكسرات بتاعتنا زبيب لوز فول سوداني زي ما انت عايزه. حلو، والارض الفلفل ده انا عايزه. حلو الكلام، نمسك الفلفل ده نقطعه. يا نعم، معانا طاسه على النار بتسخن شديده الحراره. لا انا عايزك لما ما تلاقيش حاجه جيب لي دبابيس الفراخ الجميله الحلوه دي كده بتناديني. التوم ده كده، كمون، بس مش هنضيفه دلوقتي. لو حطينا الكمون على العدس دلوقتي هيمرر لي العدس. بعد الشوربه دي ما بتطلع من النار بننزل بالكمون بتاعنا على شوربه العدس. تعالوا ننزل بالخلطه بتاعت اللطيفه دي كده اهو. شفت ده الكبده مع بقدونس مع بصل مع توم مع فلفل حار في قلب الخلطه دي يا ويلي. ونقلب عشان عايز اعمل شويه رز مكان الخلطه دي. رز بالخلطه، زي الفل، اللهم صل على النبي. لا الرز مش هيتحط على الكبد. طيب حلو اهو كده، التقليبه دي مهمه جدا اهو. تاخد الكبده، تاخد البصمه دي اهو، لازم تاخد اللون. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ايه خطوات العمل بتاعتنا؟ عشان مطلوب مننا نطلع فاصل صغير بس بنشرح الموضوع نظري او شبه نظري وبعدين بنطبقه عملي. الكبده هنا بتستوي، باخد الكبده كده بسطها من قلب الحله واخليها في طبق جانبي، انزل بالرز اشوحه مع خلطه التوابل ومكان تحمير الكبده، وياخد معلقات السكر والخلطه بتاعتي. الكلام ده هنعمله بعد الفاصل. الرز قرب يستوي، بنحط الكبده على الوش مع شويه مكسرات بألف هنا وشفا، ولكن التفاصيل بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد تماما.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والتفاصيل معانا لحضراتكم بقى. كيف ايه الاخبار كده جاهزه؟ طب تقول نريح نفسنا من القصه دي كلها ونضرب دول في سندوتش عيش بلدي كده ونجري خلاص وخلصت الحلقه. ايه المشكله؟ هو ده اللي عجبه والله العظيم. سندوتش عيش بلدي برده ونجري، هو ده خلاص. شويه طحينه، يا ويلي يا ويلي، كلب الصغير لا يتحمل. استوت تقريبا يعني 3 4 سوا. هنعمل ايه؟ مكان تحمير الكبد دي معانا حفنه من الرز المصري. شايفه؟ شايفه؟ الكبده طالعه بتتكلم مصري لان اللي عاملها شيف مصري دمه خفيف. حلو قوي. لا لا عارف انت عايز، انت عايز زول وتجري. انا عارف. ننزل بالرز، يلا التركية دي فرسان التلفزيون المصري. لحظه السعاده، هو ده. هو ده، هو ده. يلا كفايه كفايه. حلو قوي. نقلبهم. اللهم صل على النبي. التقليبه الحلوه دي كده. لا الموضوع هنا مختلف. مكان تحمير الكبده، العود القرفه، مبسوط، ارض الفلفل الحار ده عشان جوزي بيحب الحار، وهي كده كده الكبده فيها فلفل حار. ده الرز بالخلطه بتاع المغازي. حلو قوي. هنعمل ايه بعد كده يا شيف؟ في توم، في بصل، في طعم، معانا البوكي جرنيه بتاعنا اللي بيبقى معانا دايما من بدايه الحلقه. حله على النار بيها ماء مغلي، وفي الاخر بنحط لها الايه يا عم الشيف؟ الجزر والكرفس والبصل والتوم. تعالي يا حلوه صديقتي دي. بنعمل كده عشان ما فيش حاجه تنزل في الايه في الرز. يلا يلا، هو ده خلص الكلام. تقليبه حلوه. خلص شويه الرز بس، خلاص نغطيه ونشوف اللي بعده. عينيا، لازم العيار بتاع الميه في حاله الرز ما يكون مغسول جيدا وصفناه من الميه وسبناه على جنب لمده ساعه زمن زي دلوقتي كده. لازم عيار الميه بعيار الرز في قلب الحله، ايا كانت الحله بقى، شكلها مستطيل شكلها مربع حسب الرغبه. هنغطي الرز بتاعنا كده ونسيبه. الكبده هتروح فين؟ هنضربها في عيش بلدي؟ لا، الكبده دي هنخليها على جنب الرز كده مع شويه المكسرات الحلوين دول كده للتركية الاخيره اللي نتكلم عنها بعد ما تنتهي الحلقه اللي بنتابعها دايما على شاشه القناه الاولى والصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله ام بنشوفها دايما. انا عايز اعمل دلوقتي شويه بتنجان مخلل عدل السفره دي. نعملهم مع بعض ازاي؟ على طريقتي مع بعض كده واحده واحده. بس في الاخ اتصل من شويه وعايز شوربه العدس عشان مشاكل القولون. ما تيجوا نغرف شوربه العدس مع بعض كده بسرعه سريعا. يلا مع بعض. حلت الشوربه معايا اهي. بص انا هعمل ايه. شفنا المقادير بتاعه البتنجان. طيب يلا يا شباب انا معاكم. ادي مقادير البتنجان، بصل وطماطم وبتنجان وفلفل حار وفلفل رومي، كزبره خضراء، التوابل بتاعه البوغازي، بابريكا، ملح وفلفل. حلو الكلام. ومعلقه فلفله حلوه. دي المقادير. تعالوا التركية بتاعت شوربة العدس هنعمل ايه؟ ده الطبق التقديم. في حاجة؟ ساحر، فاضي اهو. جيبوا لي الله يرضى عليك. طبق التقديم بتاع شوربة العدس فاضي ما فيهوش حاجة. بعمل ايه؟ بحط شوية كزبرة خضراء. أنا عايز أخلص من مشاكل الكولون. كزبرة خضراء أو كرفس. بحط عليهم شوية كمون. جربي الطريقة دي كده. ونشوف ايه اللي هيحصل لنا. وناخد بعضينا كده ونيجي على شوربة العدس. واحنا واقفين كده مع شوربه العدس. شوربه العدس بتغلي اهي، فيها شعريه، فيها رز حسب الرغبه، ونغرف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت بتغرفي علشان مفيش حاجه تنزل بتعملي الحركه دي. يا عم عبد الحميد ازيك؟ صباح الفل يا باشا. صباح الفل يا عم عبد الحميد. عامل ايه يا ريس؟ الحمد لله رب العالمين يا غالي. ربنا يحسن ما بين ايديك يا ريس. الله، الدعوه دي طالعه من قلبك يا عم. شكلك كده صاحب النوم لسه. والله امرني. انا قلت اصب على حضرتك واحلى اكل اللي انت بتعمله ده. والله انا بهدي لك شوربه العدس دي يا عم حميد على الريق كده ما اقولكش. ربنا يخليك. هتخليك زي الحصان الشتا. حبيبي يا غالي اشكرك. ربنا يخليك حبيبي. الله يرضى عليك. ايه الكلمه الحلوه دي؟ الكلمه الطيبه كالشجره الطيبه، اصلها ثابت وفرعها في السماء. تدينا طاقه، تدينا ايجابيه. شايفين؟ هنقلب دلوقتي ونشوف الشيف الساحر. الشيف الساحر. الشوربه دي بامر الله في اقل من
ثانية شكلها هيتغير ولونها هيتغير طعمها هيتغير. عينيا عايز بس قول لي اهو. لا انا ناكل هاخد بعضينا كده ونيجي هنا اهو زي الفل. عينيا حاضر يا فندم اصبر على رزقك تاكل الحلاوه. حلوه تعالوا مع بعض ببساطه خالص. انا حاطط تحت ايه يا عم الشيف؟ كرفس، كزبره، كمون. اطلع بالحلاوه. شفت اللون؟ شويه الكمون غيروا من معالمها، شويه الخضره غيروا من معالمها من طعمها. والف انا وشيف اللي عنده مشاكل مع الكولون، الكمون بيحل مشاكل الكولون مع طبق الفول الصبح، بس لازم الكمون ينزل مطحون وطازه وينزل على الحاجه بعد ما تطلع من النار. نصيحه ما يغليش على النار. عشان كده محلات الفول الناس الطيبه بتلاقيها حاطط لك كمون وشطه وملح على الكاونتر وعلى الترابيزه وانت قاعده بتاكلي. الناس دي بتفهم. حلو الكلام كده. الشوربه بتاعتي خلصت. تعالوا مع بعض نشوف طبق البتنجان اللي الشيف المغازي هيبدع فيه دلوقتي نعمله مع بعض ازاي. معانا زيت على النار شديد الحراره. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنلحق. سكينه حاميه. البتنجان طبعا معانا محطوط في ماء حمضي عشان ما يسودش، عشان الاكسده بتاعته زيه زي التفاح زي البتنجان. والله متقطع من الساعه 9 الصبح. اسود؟ لا ربنا يكفينا شر السواد. ابيض؟ قلبه ابيض زي ما هو. هنخليه زي ما هو كده. تعالوا نقطعه ازاي. بناخد البتنجانيه تقطعها نصين كده اهو ونجي هنا كده بالشكل ده كده. البتنجان الابيض والاسود عشان نبقوا عارفين ايه. هنعمل شويه طبق بتنجان جميل جدا. حلو. انا حبيت بس ايه عشان نعرف ازاي نقطع البتنجان مع بعض. البتنجانات تقطع من نصين. حطينا في محلول حمضي اللي هو ميه وميه وملح وليمون، وعندي زيت شديد الحراره. بس هتحمر البتنجان كده يا شيف هيشرب زيت. هتعمل ايه؟ اصبر على رزقك. هنجيب كسروله ازاز، اللهم صل على النبي، وناخد البتنجان بتاعنا الجميل بالشكل ده كده. حلو قوي. كفايه دول كفايه دول. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. بنحط عليه عم الشيف معلقه دقيق، اللهم صل على النبي. على البتنجان. حلو. بنحط عليه عصره ليمون. على البتنجان. بنحط عليه شويه توابل. ايوه على البتنجان. انا عارف. قالوا الكلام. شويه كزبره خضراء. ونمسك البتنجان نقلبه كده ونجري على الزيت بتاعنا اللطيف. طب حطيت الليمون ليه يا مغازي والبتنجان طلع من الميه؟ عشان الدقيق يعمل عمليه لم الشمل ويخلي الكفر بتاع البتنجانيه بالخلطه دي زي ما هو معايا كده. ننزل في قلب الزيت، اللهم صل على النبي. بعد التحميره دي بيطلع من الزيت بيلاقي الاستقبال الحلو بالخلطه اللي عاملها دلوقتي حالا. اللهم صل على النبي. التحميره دي حلوه قوي. ممكن تحمريه في طاسه على عين البوتاجاز حسب الرغبه. كفايه. حلو؟ تمام. يطلع من التحميره هنكون جهزنا الصلصه بتاعته اللي هي هتغرق فيها دلوقتي. نشيل شوربه العدس من هنا ونيجي هنا كده بعد ما نروق البوتاجاز عشان مخرجنا. اللهم صل. نعم هوريك الرز دلوقتي، اصبر على رزقك. عايز تبص على الرز؟ حاضر روالك الدنيا كده حبيب قلبي. افتح يا سمسم. ايه الحلاوه دي؟ بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. حلو قوي. انا احب ايدي في النظافه ومش بتكسف من النظافه. خلي بالك لان النظافه عنوان مطبخك، النظافه عنوان شياكتك، النظافه عنوان اناقتك في مطبخك. يا نعم يا فندم. الله عليك. انت اللي بتسال ولا الناس؟ بيسالوك. بيسالوا ليه الرز بتاع الشيف المغازي بيطلع مفلفل ومش معجن؟ وده سؤال حلو قوي. انت تشتغل تحرجنيش. خلي بالك الزيت. لان الرز نصيحه مني
تعملي رز مصري، رز مع اكله سمك، اي كان نوع الرز، ما تقصريش النار على الرز غير لما تشوفي بيغلي قدامك، ولازم تنزلي بالميه سخنه، يعني مش ميه ساقعه او مثلا الرز بتشوحيه زي ما انا عملت من شويه، لا، لازم في حاله ما تقصري النار على الرز لازم الميه تكون بتغلي قبل ما تغطيه عشان تضمني ان هو ما يعجنش معاكي. تعالوا نقلب الرز كده ونشوف ايه الدنيا. اه يا حلاوه التقليبه دي زي الفل. مستوى الرز يا ابو غازي. اه هنشوف الكلام ده كله بعد الفاصل، هنقعد مع بعض كده وايه ونسمي بسم الله. الكبد اخبارها ايه؟ تنزل هنا يا ويلي. شويه المكسرات اخبارهم ايه؟ ينزلوا هنا. زبيب اه، واللوز يا مزاجه اللوز. اه على الرز. طب لما نيجي نغرف هنغرف ازاي؟ مع بعض دلوقتي. هنغطي الحلة دي يا عم الشيف دقائق معدودة، آه زي ما هي كده. اه هنغطيها دقائق معدودة ونروق الدنيا دي كده. شكل الزيت ده هيحرقني، معرفش ايه اللي حصل لها، شكل كده يا عم إيهاب هيزعل مني. اهو اخبار الزيت ايه. اه طب نعمل حاجة حلوة برضو عشان خاطر السادة المشاهدين. اهو معانا زيت حلو، وناخد البتنجان ده زي ما هو كده بعون الله، ربنا ينصرنا. يلا يلا. اه الزيت حصل فيه اي تاتش مفيش مشكله، تمام نقدر نتصرف ونقلبه كده نحمرها. يلا قامت الدنيا ازاي؟ كنا جهزنا الخلطه مع بعض في حله بسيطه كده زي الفل بالطبيعي. اللهم صل على النبي. عايز اعمل شويه خلطه حلوين قوي. عباره عن ايه يا عم الشيف؟ مكان الرز بقى خلاص. الله شويه زيت زيتون. جيب لي البتنجان وهو بيتحمر عشان ده خزلنا على الهوا. الزيت هنشوف ايه الموضوع بعد كده. زيت حلو، ونحط فص توم، شويه شبت، شويه بقدونس، شويه خلطه حلوه عشان نعمل خلطه للبتنجان الحلو ده كده. شويه كزبره مع الزيت، سنه شبت صغيره، معلقه فلفل حلوه، خلطه البتنجان كده وخليها سبايسي. البتنجان ده لو مش سبايسي محدش هيحبه. كل ده مع بعض يا عم الشيف، نقلبهم مع بعض كده بشياكه. عيني. اهي ده فلفل حار مع تومه مع زيت زيتون على النار كده، ياخدوا غلوه على النار. طبعا ما تنسيش ان انا متبل البتنجان في البدايه وبتحمر في قلب الزيت. ونروق الدنيا يا عم الشيف علشان نشوف السفره الحلوه بتاعتي. نغرف شويه الرز مع بعض. يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. السرفيز الحلو ده كده. الله تعالى. طيب وهخلوه لك هنا في المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب طبق جانبي كده وناخد الكبد الفراخ مع شوية المكسرات الحلوة. الله 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 الله. دي كبد الفراخ، وانت بترفعي كبد الفراخ ارفعي معاه شوية رز بالمكسرات. دي الطريقة الصح عشان ضيوفك يعرفوا انك انت كريمة. شوية المكسرات بالزبيب اللي كانوا على الوش مع شوية الكبد. بقية الرز هنا. اللهم صل على النبي. رز بالخلطة على طريقة المغازي. واخدين طعم الكبد. ألف هنا وشفا. الباقي فين عندك يا عم الشيف؟ اهو ده. يلا صل على الحبيب. ألف أنا وشيفة للي ياكل. هناكل الرز ونسيب الكبد. هناكل الرز بالزبيب واللوز ونسيب الكبد. لما أنا غطيت الحلة وفيها اللوز مع الزبيب أكيد حصل انسجام ما بين الزبيب والرز والبخار بتاع الكبدة. اللوز هنا بقى طري عشان كبار السن اللي هم الخير والبركة، كبار السن اللي احنا من غيرهم ولا حاجة
يقدروا ياكلوا من اللوز ده مع الرز ما يحصلش اي مشكله معاهم. حلو الكلام. لكل حاجه لها تفاصيلها. او انك انت تنقعي اللوز في ميه مغليه، ما ينفعش تحطي لوز او فول سودان على رز وبعدين يكسر سناننا ويحصل مشكله عائليه واحنا قاعدين بناكل، وخاصه لو حماتك في ضيافه عندك. خلص البتنجان يا شيف عشان تخلص الحلقه. اخبار البتنجان ايه؟ ناخد البتنجان من هنا كده. اخباره زي الفل. اتحمر اتحمر. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع كده البتنجان في قلب الخلطه. شويه بتنجان بقى تاكل صوابعك وراه. ده لما يبرد في التلاجة بعد التحميره الحلوه دي كده، والكفر بتاعه ده كده معاه فلفل حار بالشكل ده كده كده. الزيت انا مش عايزه في حاجه. شفت الجو ده كده؟ ده طبق مقبلات لطيف وجميل، واتعمل وانت شغاله في المطبخ بتاعك، وانت اكيد هتبقى اشطر مني. الطيب بتاعك مفتوح في المطبخ. نجيب طبق للتقديم بتاعنا الجميل. اللهم صل على النبي. هنا مكانه، هنا مكانه حبيب هارتي. سبايسي او مش سبايسي حسب رغبه الاسره. لا، في كل حاجه حلوه، في كزبره، في التومه، في زيت الزيتون. بس سبايسي شويه. الف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها شغل كتير، بس طبعا مع نهايه الاسبوع دايما بنحب نعمل حاجه حلوه كده. ونصيحه مني، احنا بعد ما بنخلص الحلقه بتاعتنا فريق العمل الجميل اتفقنا ان يكون في طبعا تركايه وفي معلومه غير معلومه. لكل اكله من دولت لها مفتاح، لها سر، لها تركايه. اذا كانت دبابيس الفراخ لما عملناها مع الشيلي صوص، اذا كان شوربه العدس الجميله اللي بتتكلم مصري بالعدس الاصفر الجميل من خير ارضنا، طبق رز بالخلطه لطيف وجميل فيه خبره طهويه، كمان طبق بتنجان فيه خبره طهويه شهيه سبايسي يفتح الشهيه للسفره بتاعتنا. يعني نستحق من حضراتكم رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من مسبيرو.